تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة نتفليكس، نقوم بضغطنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغطنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل وضغطنا على نتفليكس خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بضغطنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغطنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بضغطنا على مكان التخزين، سوف نقوم بضغطنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن نتفليكس خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم نتفليكس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكله، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.